موجز الأخبار، أهلا بكم. على سواحل ولاية بدنين وعلى طول رسم الحدود البحرية بين تونس وليبيا، عززت المنظومة الأمنية والعسكرية آلياتها اللوجستية وكثفت من حراستها تحسبا لأي طارئ، وفي إطار تهيئة الظروف الملائمة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم. عمل متواصل بالتنسيق بين الوحدات الأمنية البحرية بمنطقة جرجيس وجربة لضمان مناخ آمن. وفي سيدي بوزيد تواصلت اليوم عمليات المداهمة والتمشيط في عدد من الأحياء والمنازل المشتبه فيها لتعقب المطلوبين للعدالة وصادرة في حقهم بطاقات تفتيش لتورطهم بالخصوص في قضايا إرهابية. وكانت قوات الحرس الوطني قد تمكنت أمس من القضاء على عنصر إرهابي مسلح في عملية تبادل لإطلاق النار بالمدخل الجنوبي لمدينة سيدي بوزيد. عقد المجلس الوطني التأسيسي عشية اليوم جلسة عامة ختامية تضمنت كلمة لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر لتقديم أهم الأعمال التي قام بها المجلس وتوقيع النواب على نسخة تاريخية من الدستور الجديد للجمهورية التونسية المصادق عليه في 26 من جانفي المنقضي. وقد تواصلت أعمال المجلس الوطني التأسيسي على مدى قرابة 3 سنوات. ينطلق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لتونس في 10 مجاعة الأولى تكون من مكتب كامبيرا بأستراليا. ووفقا لنبيل بافون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الصمت الانتخابي في الخارج يبدأ منذ فتح أول مكتب اقتراع أي مكتب كامبيرا بأستراليا، وينتهي بعد غلق آخر مكتب اقتراع أي مكتب سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع بافون أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد 48 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع. وبمناسبة الانتخابات الرئاسية تتعطل الدروس يوم الاثنين المقبل الموافق للربيع والعشرين من نوفمبر الجاري. ووفق بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فإن الدروس ستستأنف يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري. في ليبيا الآن، أعلنت جمعية الهلال الأحمر إخفاق الهدنة الإنسانية للأمم المتحدة في بنغازي والتي تم الاتفاق فيها على تهدئة إنسانية غير مشروطة لمدة 12 ساعة. وأكدت الجمعية أنها لم تتمكن أمس من دخول مواقع القتال في مدينة بنغازي بسبب تواصل المعارك فيها. في الأثناء وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، أدرج مجلس الأمن الدولي تنظيم أنصار الشريعة الليبي على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية بسبب ارتباطه بتنظيمي القاعدة وما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا. اندلعت بعد ظهر اليوم مواجهات جنوب مدينة نابلس بين أهل البلدة والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم المنطقة بعد احتجاز الأهالي لمستوطنين اثنين كانا ضمن مجموعات مستوطنين حاولت تنفيذ هجمات. وفي خطوات تصعيدية إسرائيلية على إثر الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في القدس المحتلة، استلمت عشرات العائلات الفلسطينية من أريحة أوامر بإخلاء منازلها تمهيدا لهدمها. في المقابل وافقت إسرائيل على بناء 78 منزلا جديدا في مستوطنتين في الضفة الغربية ضمتهما للقدس. في العراق، أكدت مصادر أمنية اليوم أن الجيش العراقي شن ضربات جوية وهجمات بالتعاون مع طائرات التحالف الدولي استهدفت مواقع لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة لحويجة جنوب محافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 17 مسلحا من التنظيم. وفي عين العرب، السورية لقي 16 مسلحا من عناصر هذا التنظيم مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع المقاتلين الأكراد المتواصلة بشكل متقطع. من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استفاد بشكل كبير من التحالف الدولي الذي تم تشكيله لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة، نلقاكم بإذن الله في نشرة 8. إلى اللقاء.